والوزراء ما يسمعون؟ شوف أنا بعطيك أم هناك في أمور ما نعرفها؟ أنا بعطيك مثل أي مش مدح، أنا بعطيك مثل، الأمثلة واجب تقال. صار في لجنة 400% اللي هي تطوير العاصمة، أنا كشخصي كنت نائب الرئيس، كانت تعرض علينا 20 معاملة ل15 معاملة كنا ننهيها بخلال ساعة ونص ساعتين. كان يجوني بعض مهندسي البلدية يقولوا لي احنا ما شفنا لجنة بالبلدية تنهي الأمور في هالسرعة، ويمكن نسبة العدم موافقة تافهة جدا. الهدف ليش؟ لأن كان القطاع الخاص موجود، وكنا نرى الأمور لمصلحة الوطن وليس لمصلحتنا. حتى جاني مرة واحد قال لي أبو عبد الله أنا ودي أخدمك، أنت خدمتني كثير عند مكتب هندسي. قلت له أول شيء برد عليك رد دبلوماسي، أول شيء أشكرك على هالمدح هذا، وإذا أنت عندك شيء بتقدمه لي أنا جيبي فيه فلوس، أقدر اللي أبي أسويه أسويه من جيبي. فهذا كان واجب علي أني أنا أرى الموضوع من منظار الوطن بحت، وشنو اللي يخدم. واليوم بصماتنا بينت بالعاصمة بناطحات السحاب الموجودة، وهي اللي بينت بينت الجمال العاصمة اللي هي محتاجة تطوير أكثر. واليوم سموا شارع الهلالي كويت سكايب اللي هي من وراء وزارة الداخلية، وهذا أنا يشرفني اللي أنا وافقت على توقيعي، وافقت على هالمنطقة. كان مدير البلدية انسحب لأنه محرج، لأن فيها أمور معينة، فأنا وافقت وأنا اللي وقعت وطلعت هالمنطقة كلها. فلما أمر عليها بالليل خاصة استأنس بشوفة المناظر الليتات هاي الحلوة، وعطى جمال للعاصمة أصلا طبيعي. فالعاصمة اليوم واجب علينا إحنا لما صرنا أعضاء باللجنة كنا واجب علينا أن نجمل العاصمة. بنفس المنطقة قاعد نشوف مشاريع ضخمة واقفة أبو عبد الله، ليش؟ لا هي كاتحاد العقاريين يعني يعطى إعلان كبير ومساحة كبيرة ومشروع ضخم، أشوف سليل واقف. لا في مشروع كان واقف والحين بيشتغل العاصمة. إيه. وهذا مشروع كان مشكلته مع البي أو تي، نظام البي أو تي، والحقيقة هذا يرجع للصالحية، وهذا مشروع ضخم جدا ويشكر عليه الأخ أبو عبد العزيز النفيسي الحقيقة اللي مشى في المشروع بالأوقات الحالية بالكويت اللي إحنا نحس إن في ضيق بالكويت، ومشروع مكلف فوق 100 مليون، يعني مشروع ضخم ضخم جدا وجميل جدا، ومشى فيه الرجل، وهذا حيعطي قيمة مضافة للعاصمة. فهذا المشروع خلاص مشى الحين واشتغلوا فيه. في بعض المشاريع المتوقفة اللي هي صوب دوار البرشة، وفي بعض قدام الحمرة، وهذه مشاريع أعتقد الآن بدت واحد منهم يتحرك. واللي هناك إن شاء الله يعني أعتقد يعني لابد بأن يتحرك. يعني شنو الأسباب؟ مادية